وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك أستاذة. هذه الخدمة التي تم تدشينها اليوم تضاف إلى عدد كبير من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتفعيل إجراء التعليم عن بعد. لو نتحدث عن هذه الإجراءات أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تم ذكره في التقرير، طبعا وزارة التربية والتعليم وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19، طبعا وزارة التربية والتعليم استكملت العديد من الخدمات كانت تقدمها قبل فترة تعليق الدراسة. نذكر منها مثلا جميع الخدمات توفرها البوابة التعليمية. وإذا تسمحين نتكلم عن البوابة التعليمية، فهي عبارة عن بيئة تعلم وتواصل عبر الخدمة السحابية، لكنها تعكس الواقع الحقيقي والطبيعي في المدرسة، في علاقة معلم مع طلابه. أيضا وزارة التربية والتعليم تابعت إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، ويمكن في هالفترة نتيجة لعدم ذهاب أبنائنا الطلبة إلى المدارس ركزنا على المحتوى المتخصص اللي هو نطلق عليه دروس، عبارة عن دروس يتم وضعها أيضا على موقع الوزارة وعلى البوابة التعليم اللي يتم الاستفادة منها. ولمزيد من التوضيح للطلبة تم تصوير هذه الدروس، فأصبحت هناك دروس متلفزة يتم بثها من خلال التلفزيون عشان تصل إلى أكبر شريحة من المجتمع، وأيضا تم وضعها على اليوتيوب. لكن طبعا بناء على توجيهات سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، تم اليوم مثل ما ذكرتوا وبناء على قرار من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، تشكلت لجنة، وبناء عليه تم الاتفاق على تشكيل أو اللي هو إنشاء الفصول الدراسية المركزية اللي ذكرت عنها في التقرير. نعم أستاذة نوال، تم الإعلان أيضا اليوم عن استخدام نظام يدعى مايكروسوفت 365 بالاتفاق مع شركة مايكروسوفت. لو نتحدث عن هذا النظام بشكل مفصل أكثر. طبعا ما راح أتكلم عنه الآن، هو ما يطلق عليه حقيقة التعلم عن بعد. ما وفرته وزارة التربية والتعليم سابقا كان هو عبارة عن تعلم إلكتروني، وإنما الخدمات اللي وفرتها وزارة التربية والتعليم كثيرة للتعلم الإلكتروني، وخصوصا مع المرحلة التطويرية لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، ومنها طبعا مرحلة التمكين الرقمي في التعليم. فإن تم توفير حسابات اللي هي مايكروسوفت 365 لجميع منتسبي وزارة التربية والتعليم وجميع الطلبة من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث ثانوي. طبعا هاي كان مع انطلاق التمكين الرقمي في التعليم في 2015. وكانت هناك شراكة مع شركة مايكروسوفت. نعم أستاذة نوال، تحدثتي عن أن هناك العديد من البرامج والأنظمة، هل من الممكن أن يشكل ذلك إرباك للطلبة وأولياء الأمور؟ لا طبعا، احنا اللي تم تدشينه اليوم كان عباره عن اللي هو الاستفاده من الشراكه مع شركه مايكروسوفت. مثل ما ذكرت احنا عندنا العديد من الخدمات، احد الخدمات الاوفيس 365 العديد اللي هي غير طبعا كل جميع خدمات الاوفيس والبريد الالكتروني، برامج كثيره مثل السوي والفوم. عندنا اللي هو تطبيق خاص اللي هو تطبيق التيمز، وتم استخدامه من سنوات طويله في المدارس خصوصا في المجال الاداري. الان نتيجه هذه الازمه طبعا، ولان طلباتنا لا يذهبون الى المدارس، كان لابد من التفكير في حال يتناسب مع هذه الازمه. فبناء على التوجيهات تم انشاء فصول مركزيه. في هذه الفصول يتم اللي هو توفير الشرح المباشر من قبل المعلم، بالاضافه للمناقشات والانشطه والتطبيقات لقياس اثر التعلم. طبعا احنا يعني على العكس نشوف ان هاي التعدد يعطي مجال اكبر لمزيد من العداله للطلبه، ويستفيدون من جميع هالخدمات، وهي ما تتعارض مع بعضها البعض. فحتى الطلبه اللي يدخلون معانا في الفصول الدراسيه المركزيه يقدرون يحصلون طبعا في هالفصول على دروس موحده، لكن ايضا بامكانهم يوصلون ويتواصلون مع معلمين في البوابه التعليميه، يستفيدون من الموارد التعليميه المتاحه على محتوى التعليم الرقمي وايضا على اليوتيوب. يمكن الطلبة الآن سوي نتفق جميعا خصوصا أولياء الأمور لديهم مزيد من الوقت، لابد أن يستثمر هذا الوقت في ما هو مفيد لهم ليحصلون على مزيد من فرص التعلم خلال قنوات مختلفة. أنا بس أحب أؤكد أن اليوم إحنا ولله الحمد انطلق هذا التعلم عن بعد من خلال التيم، طبعا بالشراكة مع شركة مايكروسوفت. أنا أود نقدم شكر خاص لطلباتنا، إحنا ابتدينا اليوم مع الصف الثالث الإعدادي، اليوم كانوا معنا أكثر من 10,000 طالب تقريبا، أو بالعدد الصحيح كان معنا 10,688 طالب دخلنا معهم اليوم في درسين اللغة العربية والرياضيات. وهاي يبين طبعا الجهود وزارة التربية والتعليم اللي تمت لسنوات طويلة، شلون طلبتنا الآن أصبحوا قادرين أن يستخدمون التقنية. كانوا يعني جدا في تفاعل كبير بينهم وبين المعلمين،
طبعا هاي كانت فقط الانطلاقه اليوم، اتوقع ان عدد اكبر من الطلبه راح يشترك معنا وراح يكونون بكره راح يكون معنا استكمال للمرحله الاعداديه في نعم. عندنا درسين في اللغه الانجليزيه والعلوم، وايضا راح نفتح للمرحله الثانويه. نعم الاستاذه نوال الخاطر، كل التوفيق لكم ولابنائنا الطلبه. الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزاره التربيه والتعليم، شكرا جزيلا لك.